نقول أمل، أمل في قلبكم، في قلبكم باش تبرعوا. كلمة قلب مليء بالشجاعة والرضا تبعث بها هديل ذات العشر سنوات لكل مريض ومهموم. هديل ولدت بإعاقة حركية حرمتها من السير وشلت كل أطرافها. حالة زادت، كي زادت بهذا التشوه الخلقي، ومن بعد كيما حكيت لك درت في المستشفى، كي زادت ما داروا لها حتى حل، خرجت ندور في المستشفيات وحد ما شدش. المفاصل لهنا كامل، العمود الفقري هو الاول اللي يجونه هنايا، البيبو عند مفاصل تاوعها كامل. رحلة علاج طويلة لم تفلح في شفاء هديل في الجزائر، لينتهي بها المطاف إلى تونس، أين تقوم هناك بعمليات جراحية للتخفيف من معاناتها. رحلة العلاج متعبة، ونعود نولي للزيرو، كل ما تدير نعود نولي للزيرو، مش ما نكملش وما مكش لي ما عرفتش وين نروح. تونس رفتها بلا رونديفو تاع تونس، شخص الحالة تاعها دكتور جنزري في القصاب، مستشفى القصاب، قال لي نقدر ندير لها العملية في العمود الفقري، دارت ونجحت الحمد لله، ودوك عندها كل عام يحلوا لها هذاك كونترول ويفتحوا لها هذاك الاخر البروتيز اللي في ظهرها، يفتحوها على حساب العمود الفقري باش تكبر به. هديل ظلت تردد لنا امنيتها في حصول عائلتها على سكن اجتماعي لائق يخفف معاناتها في منزلها القصديري، وحلمها في الشفاء والتخلص من الكرسي المتحرك الذي لازمته لسنوات طويله. امنيتي تكون عندي دار وفيها الانترنت وقدام السبيطار وقدام ليكو، الكل يشوفوا من الداخل غير الترنيت، الكل ورد تاعنا معمر ميديتي، ما في اي حاجه، ما نقدرش قاع كيف نهدر. فالقادر زوخ يدي يعطيني السكن، العمليه تاعها يكملوا مزيتهم، يخلوناش في النص، عاونونا في الاول باش دارت تاع ظهرها تاع العمود الفقري، يكملوا مزيتهم، هي العمل رياضه افي. نحب نتعالج، انت نكمل عمليه تاعي ونولي نمشي، معليش بلي بيكي باك، معليش. طفله بقوه امراه وقلب من حديد مليء بالشجاعه والامل تنتظر مساعده المحسنين والتفاته المسؤولين.